بسم الله الرحمن الرحيم. معانا شاشة دل. الشاشة دي العميل إن هي بتطلع صورة بعد ثواني من البدء. هنشوفها مع بعض. نيد الباور. الشاشة هي اللي هي طلعت صورة وبعدين قطعت الصورة خالص. العيب ده معناه إن هي قطع صورة. هنشوف يا ترى مصدر العيب إيه بالظبط. أول حاجة أعملها إن أنا هجيب بلالوسة زي دي كده وأشغلها. الواضح إن هي الصورة هي كده عيب إضاءة. شوف العيب الإضاءة ده من اللمبات ولا من إزالة الإضاءة. ونبصص ونشتغل بإذن الله تعالى. كده وظيفة البلدوسة بتاعتنا خلصت. وظيفة البلدوسة أنا بكشف بيها مطرح كان فيه آثار سخونة هنا في الجزئية دي. هنشوف برضو بعد الياسات. هركب اللومة على أساس يصير فيه حمل على الدايرة. ركب الباور. انا فاصل التيار. اوصل بس لمبة الإشارة عشان من بعيدا اكتر يعني. كويس بسم الله. زي ده ايه
العظيم في روما بالإيد وروما لا. تاني كده، اللهم إلا إيه اللهم إلا. تاني كده أبدل اللغة، أكتر أكتر، تاني، تحت هذه الطفولة، لما بدلتهم كده خلي دي اللي جاي فوق مين تاني؟ اللي تحت الليفل برضه واللي فوق ده طبعا انا عندنا عضو في الجزء ده أول حاجة أعملها هتلاقي إيد بالمالتيميتر بالكونتينيوتي أشوف الأول خارج الملف ده اللي هو شغال ولا لأ. طب ازاي؟ نفصل ضرب على الجرس زي الإضاءة، زي الإضاءة كده فيها مشكلة، فيها تشكيل الإضاءة، نعم، على كده كده بإذن الله تعالى زي الخارجية، اللي هي معانا إيه؟
هنرتبها مع بعض بإذن الله. ولا رفع قبل ما نستعد الامتحان كله على الله. طبعا احنا شايفين زي ما هي في وتم والإنارة أجل أحسن نشتغل على الأرقام على طول. سيرة زي ما احنا شايفين هبتدي أركب الأرض في الأرض الأول. طبعا الارض بتاعنا هو العمومي اللي مكتوب كل الدايره جاي من المحول او الاول طالع منه الارضي. طب الارض بتاعنا ادي هو الارضي اهو اسمه ده هتكون الارضي. هتضيف الضم الطرف بتاعي على الباور تاني ضغط الباور الضم بتاعه الأحمر وين تكون الغضيب اللي هو الإمارة والدم. تمام كده تفضلي بس ان انا اركب جوه النمط ونجرب. بعدين هننظف طريق الدائرة الثانية ناخد مساحة بس أكثر. طبعا هي هذه زي ما احنا شايفين بس انا مش هتاخر من كده. عشان اركب دي كده لازم اشيل المكونات دي.
تكون هنا كده. جمع الحيلة بتاعتنا مشكلة وعرفت كتير جديد ودي عن النوع من الحماية نجي مرة الصورة
No, ti ama quando vai a vedere io. Ti darò che vada. Ora la palla a Ma non ci vuole mai, sono pronto.